يلحقون. يعني يمكن الكابتن احمد تحدث عن حسن قوقية اللي نعتبر واحد من افضل اللاعبين، واحنا دائما نقول واحد من العناصر الناشطه، يمكن اليوم لو جديه اكبر يمكن هو يحسم الامور، لانه انت في الشوط الاول تقريبا 4 إلى 5 فرص ضيعوها. في كره القدم من تضيع فرص مره مرتين ثلاثه يعني تنقلب عليك وبالا. فلذلك هم بالنهايه خرجوا فائزين، لكن عنده روحيه البطل ناعم وبامكانهم يقدمون افضل. لكن احنا يعني جماليه الدوري عندما يكون اكثر من فريق منافس، نجد القاعده متسعه، حتى فرق يعني عفوا الركب الاخير. يعني اليوم انا حزين لانه خسروا القرمه وخسروا دياله، لانه انت في الجوله الاولى القرمه تعادل مع البطل صح، فقلنا يا الله، لانه هذا يفد شيء حلو من انت الفريق الاخير ما تتوقع خسارته بسهوله، تخلق منافس بالضبط. نعم. لذلك هاي الامور نتمنى تتواصل، لانه انا من اشوف اكثر من فريق منافس، الفرق المتوسطه الفرق المتاخره ما تستسلم من البدايه، هذا نجاح للبطوله. اسال عن عصر.